يقول السائل: بعض الناس يدرس الفقه على مذهب معين، ما رأي سماحتكم في هذا؟ وانصحونا بالكتب التي يجب أن يدرس منها طالب العلم في التوحيد والفقه والسيرة والعقيدة بشيء من التفصيل، وجزاكم الله خيرا. لا بأس أن الإنسان يدرس الفقه على مذهب معين من المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي، لا بأس بذلك، لأنها كلها مذاهب ولله الحمد صحيحة وسنية. وليس من لازم هذا إن كل ما فيها يكون صوابا، قد يكون فيها شيء من الخطأ، ونحن لا نأخذها على أنها قضية مسلمة، ندرسها الدراسة، ادرس ما يخالف ادرس، لكن عند العمل وعند الفتوى ما تفتي إلا بشيء يترجح بالدليل، ولا تعمل إلا بما ترجح بالدليل. أما الدراسة ادرس القول الراجح والقول المرجوح والقول الخطأ، كله ادرسه لأجل الاطلاع فقط، لأجل الاطلاع والمعرفة، لكن عند العمل ما تعمل إلا بالشيء الذي عليه دليل، ولا تفتي إذا سئلت إلا بما عليه دليل. نعم. يقول والكتب كثيرة ولله الحمد، وأنا قلت وكررت إن المهم هو بالكتب، المهم المدرس، المهم المدرس، فإذا وجدت مدرسا كفءا عالما محققا فمسألة الكتب ميسرة ولله الحمد. المدرس هو الذي يعين لك الكتب التي تقرأها عليه، تدرسها عليه، أما مجرد كتب بدون مدرس فهذا لن يفيدك شيئا، وإنما قد يضيعك كثيرا وتتيه في مسائل الكتب ولا تعرف أين تذهب. لا بد من المدرس، كما أنك ما تمشي في البر إلا مع طريق واضح، أو إذا كنت ما تحسن لا بد تسير مع دليل، مع إنسان خريت يدلك على الطريق. إذا كنت ما تعرف المساحة ولا تعرف البر ولا تعرف المفازات، ما تدخل في البر إلا بدليل وبخريت يدلك على الطريق. هذا هو العالم، هذا هو العالم الذي يدلك على طريق العلم. فاختر المدرس أولا، ثم بعد ذلك اختيار الكتاب. وأما الكتب بدون مدرسين فلا تستفيد منها شيئا كثيرا، بل قد تغلط وتخطي كثيرا. وكم حصل من الأخطاء من قوم اعتمدوا على الكتب ولم يدرسوا على العلماء، كم حصل منهم من الأخطاء في حق أنفسهم وفي حق المجتمع من الغلطات ومن الكلام غير الصحيح ومن الفتاوى المخالفة، كل هذا بسبب التعالم، طلب العلم من الأوراق ومن الكتب بدون مدرسين. إن وجدت مدرس تدرس عنده في مسجد أو في مجلس، أو انتظم في الدراسة، الدراسة النظامية فيها مقررات وفيها مدرسون في المعاهد العلمية، في الكليات الشريعة، كليات أصول الدين، كليات اللغة، كل هذه كليات ودراسة نظامية وفيها مقررات وكتب مختارة. إذا تيسر لك أحد أمرين: إما مدرس في المسجد أو في مجلس دراسة، أو في الدراسة النظامية. أما إنك تنفرد أنت وتقرأ لوحدك، أو تقرأ مع جماعة من جنسك ما عندهم معرفة، هذا هو عين الخطأ، وهذا هو عين الهلاك، وهذا هو عين الجهل. وكم حصل بسبب هذا من غلطات على الناس بسبب هؤلاء الذين تخرجوا على الكتب بدون مدرسين وبدون أدلة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه
أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. طبيب هو العالم الرباني. أما الكتب فيه مثل الأدوية، الأدوية ما يأخذها الجاهل ويتداوى بها، لازم يأخذها عن طريق من؟ عن طريق الطبيب. كذلك العلم ما يؤخذ من الكتب، الكتب مثل الصيدليات، لكن الطبيب، طبيب العلم هو العالم، العالم الرباني، وطبيب ذلك العالم الرباني. هذا هو. إذن لا بد من مدرس ولا بد من كتاب، أما بدون مدرس فلا تتعب نفسك. نعم.